صباح الخير، صباح النور، صباح الفل يا حلوين. اليوم تاني أيام شهر رمضان الفضيل. كيف امبارح كان معكم يا حلوين؟ أكيد انبسطتوا لأنه كانوا الماما والبابا والإخوان وأخواته كلهم صايمين، صح؟ أنتوا كنتوا وقت تتنقفوا شوي شوي عم تاكلوا، صح؟ عشانهم صايمين. وأكيد استمتعتوا بفطور رمضان الحلو لأول يوم. شو أفطرتوا؟ مقلوبة، منسف، ملوخية، شو أفطرتوا؟ إن شاء الله يا ربي استمتعتوا بفطوركم مع ماما والبابا يا حلوين، واستنيتوا لأذان المغرب أكيد، صح؟ إن شاء الله يا ربي الله يتقبل منا ومن الجميع إن شاء الله. يا حلوين، اليوم هو رابع أيام الأسبوع، الأربعاء 14/4/2021، واليوم عندنا حصة رياضيات. شو رح ناخد بحصة الرياضيات؟ رح ناخد الأحد والعشرات للعدد العدد العدد أحسنتم كيجي، استنوا علي لأحكي. إذن العدد هو 18. أحسنتم، 18، 18. إذن عددنا هو 18. أخذنا يوم الاثنين 18، وإحنا هلا 18 بدنا نوزعه لمنازله، أو كل رقم هون بده يروح ينام في بيته. خلينا نشوف، إحنا قلنا الأحد بيته صغير، صح؟ بيته صغير، هاي بيت الأحد. بيت الأحد ما بضل فيه إلا الأعداد القليلة من 0 لـ 9، من 0 لـ 9، صح؟ يا عيني، برافو. هاي بابو لا الأحد. أما بيت العشرات، بيت كبير كتير، بيت كبير كتير. هذا لو مش البنات، خلينا نشوف الأحمر. لحظة، بيت كبير كتير، واو. طبعا مش هو عشرات، لازم يكون بيته كبير. العشرات بحط أعداد كبيرة في بيته بيناموا مع بعض، أما الأحد أعداده صغيرة، أعداده صغيرة. خلينا نشوف يا مس، تعال أنت العدد 18 هون، خلينا نشوف ما هذا العدد أصدقائي، انظروا جيدا، ما هذا العدد؟ 18، 18، 18، أليس كذلك؟ أحسنتم كيجي. ما هو العدد الذي سيذهب إلى بيت الأحد؟ أحسنتم، إنه العدد 8. 8 سيذهب إلى منزله، لعب ودرس ونطنط وأكل وراح يشتري السوبر ماركت واشترى أشياء زاكية، وخلاص وقت النوم بده يرجع لبيته. وين يروح؟ بيت الأحد. إذا العدد 8 سيذهب إلى الأحد، ها هو. خلينا بس نكتب هون أحد، لازم ما ننسى، وهون عشرات، يا سلام. إذا من هو العدد الذي سيذهب إلى الأحد؟ أحسنتم، 8 ستذهب إلى منزلة الأحد. هيا بنا، أيها العدد 8، يلا شوفوا كيف بده يمشي. ها هو العدد 8 في منزلة الأحد، 8، 8. ما هو العدد الآخر الذي سيذهب إلى بيت العشرات؟ أحسنتم، إنه العدد 11. 11 سيذهب إلى منزلة العشرات. هون
انتبهوا كتير منيح. وهون خليني راح احطها هون دائره كبيره. كم ما هو العدد الذي يجلس في منزل الاحد؟ ثمانيه. خلينا نحط في السهم ثمانيه خطوط صغيره. هيا بنا. واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. اذا هنا الاحد ثمانيه احد. في العشرات احنا قلنا هم عشر اشخاص بس موجودين او عشر اشياء موجودين في مجموعه واحده حزمه واحده. انظروا هذه الدائره هي الحزمه موجود فيها عشره. هيا بنا. واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره. اذا هنا عشرة أشياء لكن في حزمة واحدة، لأنه عندنا إحنا كم عشرة موجود؟ عشرة واحدة، عشرة واحدة، وها هي العشرة الواحدة. إذا ثمانية عشر، ثمانية عشر، ثمانية أحد، واحد عشرات. يا حلوين، أحسنتم يا أصدقائي. ما رأيكم الآن نستذكر معا مفهوم تم أخذه سابقا، بس إحنا بنضلنا نعيد ونزيد فيه لإيش؟ لنضلنا شطورين. ما هو هذا المفهوم أصدقائي؟ بيكون كتير 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 كتير، بعدين بينقص بينقص بينقص، شو بنسميه؟ واو أحسنتم كيجي، الطرح الطرح. خلينا نأخذ مسائل على الطرح يا حلوين، لنضلنا شاطرين وعارفين شو يعني مفهوم الطرح. من يقول لي ما هي إشارة الطرح؟ أنا بقول زائد. لا، ما هي إذن كيجي؟ أحسنتم، الناقص. إذن إشارة الطرح هي ناقص. أحسنتم أصدقائي. خلينا نشوف. كان لدي عشرة حبات من الليمون. خلينا نضع عشرة حبات من الليمون. واحد اثنان، عدوا معي، برافو. ثلاثة أربعة خمسة ستة، قلنا عشرة. سبعة ثمانية تسعة عشرة. إذن لدي عشرة حبات من الليمون. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. عشرة حبات، لنكتب العدد عشرة. انظروا جيدا، ها هو العدد عشرة، عشرة حبات. عصرت منهم لأشرب عصير أربعة حبات. عصرت أربعة حبات. واحد اثنان ثلاثة أربعة، أخذنا أربع حبات من الليمون. كم يتبقى لدي أصدقائي؟ كم ضل معي يا هل ترى؟ كانوا عشرة، عصرنا أربعة، قد ايه ضل معي؟ خلينا نشوف. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذا عشرة ناقص أربعة يساوي ستة. شفتوا يا حلوين؟ مفهوم جميل، مفهوم الطرح. ناخذ مثال آخر. إيش ناخذ؟ إيش ناخذ؟ عندنا آيس كريم. أنا اشتريت مجموعة من حبات الآيس كريم، بس خلينا نمسح اللوح عشان نكتب المسألة كمان مرة. لا، مسألة جديدة. يلا، لدي ست حبات من الآيس كريم. واحد اثنان، زاكي الآيس كريم صح؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة. لدي ستة حبات من الآيس كريم. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذن لدي ستة حبات من الآيس كريم. ستة، خلينا نكتب العدد ستة ستة.
أكلت من الآيس كريم. كم حبة راح آكل يوم الصياد؟ تأكل تنتين. واحد اثنين، كان معي ستة، راح آكل حبتين يا حلوين من الآيس كريم. إذا نحط ناقص، إشارة الناقص. كم أكلت؟ كم حبة؟ تنتين. برافو. إذا نكتب العدد اثنان. كان معي ستة، أكلنا تنتين. كم بضل معي يا كيجي؟ خلينا نشوف. واحد اثنان ثلاثة أربعة. إذا يتبقى معي أربع حبات من الآيس كريم. أرأيتم أصدقائي؟ مسألة أخرى، هيا بنا نمسح اللوح. شفتم أحلى الطرح؟ بكون معك إشي كتير لما تاكله أو تعطي حدا منه، بصير معك قليل. إشي بينقص بكون كتير وبينقص. مسألة تانية، لدي أربع حبات من الإجاص. أربعة. يا الله شو أكلت اليوم يا مس؟ مع إني أنا صايمة، بس إحنا عم نحكي مثال يا أصدقائي. أربعة حبات من الإجاص. إذا لدي أربعة، نكتب هون أربعة. كم حبة راح، ما بدي آكل أنا، راح أعطي باسل؟ راح نحط إشارة الناقص. كم حبة راح أطعمي باسل من الإجاص؟ راح أعطي ثلاث حبات. انتبهوا كتير، واحد اثنان ثلاثة. أعطيت باسل ثلاث حبات من الإجاز. إذا كم ناقص من عنا؟ ثلاثة. نكتب العدد ثلاثة يساوي. إذا أربعة ناقص ثلاثة يساوي واحد. أحسنتم، كان معي أربع حبات من الإجاز، أعطيت باسل ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة، كم حبة ضل معي؟ واحد. يا عيني، إذا يتبقى لدي حبة إجاز واحدة. وهو أصدقائي مفهوم الطرح مرة أخرى. راح نضل نعيد ونزيد نعيد ونزيد نعيد ونزيد لإيش؟ ليضل بحالنا هون مركز. أوكي يا حلوين؟ أصدقائي بتمنى تكونوا انبسطتوا معي بحصة اليوم. بشوفكم بحصة تانية إن شاء الله على خير. راح أشتاق لكم كتير. ما تغلبوا الماما والبابا، ولا تنسوا اللايك على الإدمودو. أوكي حلوين، لو عندنا أوراق عمل حلوها براحتكم، معكم ليوم السبت الساعة 10. بستناكم.